جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا بعض الأبناء هداهم الله يتهاونون في بعض فروض الصلاة ولا يستجيبون لنصح آبائهم مع أنهم راشدون بحجة الإرهاق من العمل والدراسة، أو يكون النصح من طرف واحد من الوالدين والآخر يتهاون في ذلك، فهل على الوالدين إثم في كلا الحالتين؟ أولا على المسلم أن يقدم أداء الفرائض على كل شيء، خصوصا على أشغال الدنيا وأعمال الدنيا، فكيف يحتجون بالإرهاق وكثرة العمل للدنيا ويتركون ما فرض الله عليهم من الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الواجب أن تكون الصلاة لها الصدارة في أعمال المسلم والأولية في أعمال المسلم، وأن يقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا لأنه بحاجة إلى ذلك، والدنيا إنما هي مطية للآخرة ومزرعة للآخرة، فكيف يشتغل بالدنيا ويضيع الآخرة؟ الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يؤدوا ما فرض الله عليهم، ولا يشتغلوا بأمور الدنيا ويستهلكوا فيها ويتركون الصلوات الخمس أو يؤخرونها عن أوقاتها بحجة العمل والإرهاق، إن هذا ليس عذرا شرعيا عند الله سبحانه وتعالى. ثم على الوالدين أن يقوم بنصح هؤلاء الأولاد، لأن الله حمل الوالدين مسؤولية الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. قال في وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيجب على الوالدين أن يقوما بأمر الأولاد بالصلاة وإلزامهم بذلك وتأديبهم على تركها، لأنهم في مسؤوليتهم وتحت رعايتهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والوالد والأم في هذا سواء، كلهم مكلفون بشأن الأولاد وتربيتهم على الدين والمحافظة على الصلاة. نعم.